السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. معكم محمد أنديل وحلقة جديدة من لسعة أنديل. في بداية الفيديو اسمح لي أقول حاجة صغيرة كده، في نص دقيقة بالكتير. بعض الأصدقاء طلبوا مني إن أنا أقبل الدعم للقناة، ولكن أنا رفضت الموضوع ده نهائي، لأن الحمد لله ظروفي كويسة ومش محتاج أي مساعدة. فكان الاقتراح البديل اللي ألحوا عليا فيه إن أنا أقبل الدعم عشان خاطر أعمل ترويج مدفوع للفيديوهات اللي أنا بعملها. بعد فترة من النقاش وافقت وفتحت حساب في موقع باتريون. الحساب هتلاقوه موجود في أول كومنت مع رابط القناة البديلة. اللي حابب يدعم القناة عشان تنتشر أكتر من كده يتفضل مشكور. ندخل على موضوعنا. ناس كلمتني على البيج في الفيسبوك وعلى واتساب بيسألوني ايه مدى صحة الفيديو المنسوب لرئيس السيسي هو بيعمل العمرة وفي واحد بيشتمه. الحقيقة انا ما كانش عندي الفيديو فما قدرتش ارد عليه، فلما طلبت من حد منهم يجيب لي الفيديو قال لي انا رحت اجيبه لقيته اتمسح، فنسيت الموضوع وما حبيتش ان انا اشوف. لحد ما بالصدفة امبارح بالليل حد تاني جاب لي الفيديو وقال لي خد شوف، فدخلت شفته. بلحة. يعني من واقع وجودي في الحرم لأكتر من مرة الصوت مش مظبوط. دايما وانت في الحرم بتسمع أصوات همهمات وأدعية وحاجات كده حتى ولو بسيطة جدا، ولكن ما علينا. بناء على الفيديو ده اللي أنا شفته من وجهة نظري أنه 100% مزيف، ولكن أنا ما عنديش دليل أطلع أقول أنه مزيف. أنا لا خبير الصوتيات ولا خبير مرئيات ولا أقدر أقول أن الصوت متركب على الصورة ولا الكلام ده. فبناء يعني برضو للمرة التانية قلت أنا مش هتكلم في الموضوع. لحد في نفس اليوم ما اتبعت لي فيديو تاني للوكيشن تاني خالص ونفس الصوت هو عمك السيسي خير. بلحة. زاوية تانية في الحرم ومكان تاني خالص ونفس الصوت هو اللي بينادي وهو هو اللي بيقول له غيس. فمسكت الاتنين وقارنتهم ببعض، قلت لا احنا بقى لازم نتكلم على الموضوع ده. فالحقيقة انه رئيس السيسي راح في سلام ورجع في سلام، راح بحب ومودة من المصريين ومن كل العالم العربي والإسلامي، ورجع في حب ومودة من المصريين والعالم الإسلامي. الأهم من ده انه في حماية الرحمن. وحتى على فرض يا اخي انه واحد شاف الرئيس في الحرم ولا حتى في مكان عام وقال له لفظ مش مظبوط ولا لفظ، مش معنى كده ان الرئيس اتهان، معاذ الله. يعني معنى كده ان النبي عليه افضل الصلاه والسلام اللي كانوا بيخلوا العيال الصغيره يجوا وهو يحدفوه بالطوب، معنى كده ان النبي اتهان؟ ما عاش ولا كان اللي يهين النبي عليه افضل الصلاه والسلام. التصرفات الفرديه ما بتعبرش عن حاجه، لكن لو انت عايز تعرف مدى حب المصريين لغيس شوف الفيديو ده. اعتقد ان في اصوات في الفيديو بتقول تحيا مصر، صوتها مش مصري لمجرد ان هم شافوا رمز مصر عبد الفتاح السيسي. اعتقد ان اللهجه دي سودانيه، لو حد عارف اللهجه دي ايه يكتبها لي في الكومنتات. اهم حاجه في الموضوع ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لو شرب ميه هيقولوا هو شرب ميه ليه، لو ما شربش هيقولوا هو ما شربش ليه. واضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل حرقان وعامل ازعاج وعامل صداع وعامل سرطان لناس كتير جدا. فالهاري شغال وخلوا الهاري يشتغل ويكتر ويزيد، والراجل شغال
ومستمر في البناء والتطوير والتنميه، واللي ما بيشوفش يبقى اعمى. اللسعه دي بقى لكل واحد شاف الفيديو ده والفيديو ده وفكر ولو للحظه ان دي اهانه لغايس. ده نجاح لغايس. عارف لما حد يشتمك هو مشغول بيك، انت واجع له دماغه، انت تعبه، انت تعب افكاره. فمش كل حاجه نشوفها نصدقها، ومش كل حاجه نشوفها تضايقنا ودمنا يتحرق ويتعكر. كل ده ملوش اي لازمه. المهم ان انت تركز في شغلك ومالكش دعوه بالتفاهات دي. خلي التفاهات لاهلها. لو المحتوى عجبك ومش مشترك في القناه يا ريت تشترك، ويا ريت لايك وكومنت وشير وانت معدي. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.